نعم احسن الله اليكم آه بارك الله فيكم هذه احدى الاخوات تسال تقول ما هو واجب الزوجه لزوج على زوجها؟ واجبها الحقوق التي آه شرعها الله للزوجه، كل من الزوجين له حق على الاخر او حقوق على الاخر، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه فكل من الزوجين يبذل الحقوق التي عليه للاخر نعم